سلام الغزالات ديالي، كي راكم مزيانين؟ امور ديالكم بخير؟ على خير كنتمناكم وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو تكونوا باحسن الاحوال ان شاء الله يا ربي وعلى جميع المسلمين. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي غنيه عن التعريف، وصفه كيعرفها كل شيء اللي هو الباذنجان، بواحد الطريقه اللي هي صحيه جدا ومفيده. المهم انتم معايا في الفيديو، كنتمناكم ان الاعجاب. مع هذه الوصفه مع الباذنجان صافي، وغادي نخليهم واحد شويه يتشحروا مزيان، وعاد غادي نضيف عليهم الصلصه ديال الطوماطيش واحد شويه هكا صافي، وديك الساعه غادي نسمها
فهنايا غادي نكمل نعمر الباذنجان كامل بالشرموله وغادي نضيف عليه الفورماج وغادي ندخلو الفرن واحد ربع ساعه كيتحمر لينا ويجي زوين وغادي نخرجوه. المهم خليكم معايا ونشوفوا الطريقه ديال الباذنجان كيفاش جات.